طيبين طبعاً نسألني نقول للأستاذ الثلاثة جميع المجالات. إحنا النهاردة في رمزية المكان والزمان في الاحتفال النهاردة المكان في بلدان مصر كل وقت والاتحاد التعاطف والمكتبة كان ليها أثر كبير جدا في الحياة الثقافية في مصر وتحديد النشر. وكلنا يمكن إن في أطفال كتير بنشوف قريب بصراحة تتجد في المكتبة محل تقدير واهتمام واحترام للجميع. ورمزية الزمان في بداية العام الهجري هو نشر الخير والفكر والمعرفة للعالم كله. أنا بس مش عايز طبعا أخطاطي إنما أنا بس بدعو من هنا المكان من الاحتفال ده الدولة لتكريس وزيادة الاهتمام بمكتبة مصر. مكتبة مصر دي جمال لوجه الأجيال القادمة بسين في التحديات للأسف السلبية اللي موجودة في المجتمع. أعتقد بالأنشطة مش بس كل المكتبة العادلة بتعمل أنشطة والمسابقات وبتكتشف وتعيد اكتشاف الإمكانيات والإبداع عند الأطفال. أعتقد لو الدولة بقى فيه إهتمام أكثر وتبني هذه المواهب وزيادة وصفنا أطفالنا أعتقد ده يعني هيمشي الأجيال اللي استحقها مصر المسابقة اللي إحنا نتمناها ليها. بشكر حضراتكم بشكر مكان جديد بشكر مكان مصر مره ثانيه واسف على الطرف.